وثقت المذيعة الأردنية أحلام العجرمة اليوم الجمعة مقطعا مصورا عبر حسابها في موقع انستغرام يظهر لحظة لقائها بطفلها الوليد بعد مرور 20 يوما على اختطافه عند الحدود السورية التركية. وعلقت المذيعة في قناة تي ار تي عربية على الفيديو بالقول: بعد 3 أسابيع على اختطافه أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إلي سالما معا في بحمد الله. وأضافت: قبل 3 أسابيع فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى أدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. We'll be right back.